شريف، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا شفتها قبل كده في المستشفى مريم، بس ساعتها قالت لي ان هي اسمها دعاء. ماشيها مريم؟ ايه الاخبار؟ هي بتصلي جوه. انا بصراحه قلت لها بس هي رافضه. طب ممكن بس تقولي لها ان انا مستني بره؟ بتصلي يا استاذ شريف؟ انا مش عاوز اقطع صلاتها، بس الموضوع مهم جدا، لو سمحتي حاولي معاها مره تانية. حاضر. شكرا. أستاذ شريف برا وعايز يقابل حضرتك. ايه الاخبار؟ طب قلت لها على سليمان عبد التايم؟ ايوه، وقالت لي ادي لحضرتك النوتة دي. مريم، كنت عايزه اسالك، انت جبتي مفتاح شقة نسيمة ازاي؟ الحقيقة لما عرفت حكاية مدام نسيمة، عشان اتاكد بنفسي سافرت القاهرة ورحت عمارة الزمالك ودخلت اوضة البواب واخدت المفتاح. كنت هدخل بس خفت. عموما متشكرة، شكرا.